السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطربة تغني بالنقاب وزوجها يطبل لها، يعني واقعيا كما أقول ولست أبالغ. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا سابقا عن المفاسد الموجودة عند عدد من المرشدين، وهذا كذلك منشد وأتى بزوجته تنشد للناس وتتراقص وتتمايل، وكذلك بالنقاب كما ترون هنا. طبعا أنا حاولت إزالة الموسيقى لأنهم حاطين موسيقى اللي هي يسمونها موسيقى مؤثرات صوتية، لكن لا تختلف عن الموسيقى فأزلناها. مهم، هذه يظهر زوجته بالنقاب، طبعا حاطة كحل ويعني بشكل مبالغ فيه، ويطبل لها. و أبويا قال حلوة يا بنتي كبرتي وتحجبتي، وحجابها ما شاء الله. نحن اضطرينا نحط بلور تشويش مشان الكحل اللي حاطته مع النقاب، اضطرينا ننقبها زيادة. وقر القرآن ويا أحباب، تترقص وهو يطبل لها. ولا تفتحش لغريب بابك غير لما توضى وصلي، وبس غريب ما تفتح له بابه حتى ما تفتح له بابها حتى توضى وتصلي. ما بروحش مكان، ما بروحش مكان غير لما توضى وصلي. وهذا يسمونه إنشاد ديني باسم الدين. شوف المشكلة أين، باسم الدين تظهر بالنقاب تتمايل وتتراقص للرجال أمام الرجال، وزوجها يطبل لها دياثة، وهي كذلك ممنوعة الآن. على فكرة أنا غلطت صوت قليلا، حتى المرأة ممنوعة من الخضوع في صوتها، يعني تنعمه ولا تحسنه أمام الرجال. هذه تغني باسم الدين، امرأة منتقبة تتمايل أمام الرجال باسم الدين، امرأة منتقبة تضع كحلا مبالغا فيه أمام الرجال باسم الدين، زوج يظهر زوجته ويطبل لها، هذا كله باسم الدين، وهذا دين وأناشيد دينية. أي دين هذا؟ وأي صلاة؟ وأي حجاب؟ يا جماعة اتقوا الله. المشكلة التي أضيفت إلى هذا، لما قيل لهم اتقوا الله، اتق الله أنت يا أيها الذكر في عرضك، صن عرضك احفظها، وأنت اتق الله في النقاب وفي صورة المرأة المنتقبة، فماذا فعلوا؟ راحت خلعت النقاب، راحت خلعت النقاب وقالت أنتم ما عجبكم النقاب أنا أخلع النقاب. شيء صادم، شيء صادم والله. ثم نكتشف أن هذا النقاب ما كان للدين، الأمر بينها وبين ربها يعني كما تريد، لكن هي لما تظهر بمثل هذا الكلام أمام الناس، وهؤلاء عندما ينشهرون، تعرف أن بعض الناس وبعض البنات وبعض الشباب يتخذونهم قدوات، فلا بد من أن يتكلم الإنسان في مثل هذا الموضوع، وإلا بينها وبين ربها انتقبت ما انتقبت، الله يحاسبها. اسمع ماذا تقول. والله أنا من البداية، من بداية شغلي من حوالي سنتين، كنت ما كنتش منتقبة، وعملت حفلتين ثلاثة كده بعد الفرح بوشي برضه، بس كان هيبدأ في انتقادات وزعل من الأهل اللي هم أهل أبويا، وست أم أبويا ست كبيرة وعقليتها يعني عندها عادات وتقاليد والكلام ده. يعني هي ما كانت منتقبة وكانت تغني وزوجها مكيف على الموضوع، يطالعها تغني وهو يطبل لها، لكن لماذا انتقبت؟ لأن جدتها ست كبيرة ومتخلفة شوي، انظر كيف تصفها، كبيرة وعقليتها يعني عندها عادات وتقاليد عقليتها يعني متخلفة، لأنها تخجل أن تظهر حفيدتها بهذا المنظر، تروح تغني للناس، صارت كبيرة وعندها عقليتها كذا، لأنها تأمر بالمعروف وتأمر بالحشمة وتأمر بالستر والعفاف. الكلام ده هتبدأ تزعل وهتزعل الناس اللي حواليها برضو كده. احنا بنتكلم في إنشاد ديني يعني. المذيع يقول إنشاد ديني، أي إنشاد ديني؟ أي دين في أن تتراقص المرأة أمام الرجال، في أن تضع الكحل الكثير، وفي أن يعني تتبرج، في أن تخضع بالقول، أين الدين في هذا؟ أفهموني أين الدين؟ دين ماذا؟ عندنا في الإسلام هكذا؟ ما هي بقى عادات وتقاليد وست كبيرة ما تفهمش، صارت ما تفهم، التي
تأمرها بالمعروف وتأمرها بلزوم الشرع وتأمرها بالحشمة والعفاف صارت ما تفهم الكلام ده ما تفهم الكلام ده فحبينا نلاقي حل وسط النقاب عشان أداري نفسي وكده عشان اللي هي يعني ما تزعلش بس يعني ليس لأجل الله سبحانه وتعالى نعم هكذا لا يكون الأمر مستبعدا ليش؟ لأنه لو كان لأجل الله سبحانه وتعالى وتعمل هذا الأمر يعني منتقبة لله ثم تظهر وتضع حتى هذا يعني حتى منظر النقاب يعني تضع عليه بعض الزينة وتضع على عيونك وكذا هذا ما هو نقاب فهذا ليس نقابا لله سبحانه وتعالى فإذا كان لأجل جدتها عشان الداري هي نفسها ممكن هي لا تريده لله نسأل الله العافية فلقيت بعد كده الجمهور النقاب ومش النقاب انت بتغني بالنقاب انت مش بتعملي بالنقاب هكذا يقول لها الجمهور هكذا يقول لها المسلمون من المفترض هكذا يقول لها المسلمون فماذا ستختار؟ هل ستختار النقاب فترضي الله به؟ هل ستختار الحشمة والعفاف فترضي الله به؟ أم ستختار الغناء؟ هو يعني النقاب ده بالنسبة لي بس كسترة فخلعته قلت وادي النقاب هيزعل الجمهور ديني خلعته يعني الموضوع عادي والله شر البلية ما يضحك والله شيء مؤسف ومؤلم وهذا الذي يظهر معها يعني زوجها من المفترض قوا أنفسكم وأهليكم نارا ما في ثلاثة لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى منهم الديوث طيب هو ما رضى الفاحشة على أهله نقول نعم أنا لا أقول إنه يرضى الفاحشة على أهلي ولكن الدياثة مراتب يا أخي مراتب لو أنها معاندة وهي التي تظهر وتعمل شيء ورغما عنه ويأمرها بالمعروف فلا تأتمر وينهاها عن المنكر فلا تنتهي فعند ذلك هذا لا يكون عليه شيء ولكن هو الذي يظهرها وهو الذي يطبل لها لا هذه مرتبة من مراتب الدياثة هذه لا بلا شك بلا شك ولو أنهم يفعلون ذلك ليس باسم الدين يروح يغني أغاني ما أحد كان انتبه له منا على الأقل لكن باسم الدين يجعلون هذا في الدين وأناشيد دينية أين الدين يا رجل أين الدين اتقوا الله اتقوا الله في الحرمات اتقوا الله في شرع الله سبحانه وتعالى طيب ولماذا أنت لا تنشد لوحدك مستجمل صوتك انشد لوحدك يعني أهونها أن هو يضع هذه المؤثرات اللي هي موسيقى وكذا لكن أهول الأمور لماذا تظهر زوجتك غير أنك تتاجر بها وما ترى أنك إذا خرجت وغنيت وحدك الناس يسمعون لك يعني تجارة بالأعراض وباسم الدين الدين بريء من هذه التصرفات الدين بريء من هذه الأفعال الذين يعرفون الدين وينشدون للدين وجب أن يكونوا قدوات في الدين قدوات حسنة على الأقل فيما يستطيعونه يعني ما أقول المنشد هو قدوة أكيد ليس قدوة للمسلمين ولكن أيا كان من المفترض أن يتلبس بأخلاق هذا الدين الذي ينشد له وللأمر صار لعبة فلهذا كان لابد من التحذير والتنبيه والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون